بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم بألف خير. يوم جديد وعيد الشرطة، يا رب ربنا يجعل أعياد أيامنا كلها أعياد. الحقيقة لفتة جميلة قوي شفناها في الشوارع النهاردة، وهي الورود والابتسامة والبهجة اللي ممكن تكون موجودة في الشارع المصري اللي كلنا تقريبا بنحلم بيها. أكيد احنا كلنا بنتلكك عشان نفرح، كلنا بنتلكك عشان نشوف منظر حلو في الشوارع يفرحنا ويسعدنا، خاصة واحنا نازلين شغلنا الصبح وبنبدأ يومنا بابتسامة وبهجة وبشكل الورود. في ناس تقول ورود ايه وبتاع ايه، احنا محتاجين حاجات تانية، بس احنا بنقول خطوة خطوة، وكل ما نشوف حاجة جديدة لا خلونا نشجع ان يبقى فيه احلى واحلى عشان يبقى بكرة فعلا احلى. كل الصور اللي موجودة معانا النهاردة اللي كانت مالية الشوارع والشرطة وهي بتوزع الشوارع في الأوتوبيسات وعلى السواقين وعلى العربيات، وفي حالة من البهجة والفرحة في الشوارع، يعني منظر الحقيقة يمكن احنا أول مرة نشوفه ده ممكن يبقى موجود في الشارع المصري في عيد الشرطة كمان بالتحديد. الحقيقة حاجة مفرحة جدا وحاجة مبهجة جدا وفيها أمل، وتقول إن شاء الله بكرة هيبقى أحلى بإذن الله طول ما احنا جوانا أمل وحسن ظن بربنا سبحانه وتعالى. يعني بنقول طول ما احنا ماشيين في الدنيا دي وطلباتنا يمكن ما بتخلصش واحلامنا كمان ما بتخلص، يعني واحنا صغيرين نقول امتى نكبر، نكبر نقول امتى نتجوز، اتجوزنا طيب امتى بقى نخلف، خلفنا امتى بقى يكبروا، كبروا امتى بقى يتجوزوا، وهكذا. حتى كمان مادياتنا كل ما تجيلنا حاجه نفرح بيها يومين التالت نحلم انها تزيد وتكبر، ونبقى مربوطين في سقية أحلامنا وطلباتنا اللي بتزيد مع كل نفس خارج مننا. طيب يا ترى إحنا بقى وإحنا بنقابل نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا في تحقيق أحلامنا دي كلها، موقفنا بيكون إيه منها؟ يعني بنكون تبع أي فريق؟ فريق وإما بنعمة ربك فحدث، ولا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وقال التحديث بالنعمة معناه أننا نجري قدام الناس طول الوقت وقدام الناس كلها نعد اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهولنا أيا كان اللي قدامنا ده مين، ولا المقصود من التحديث أن النعمة نشكر ربنا سبحانه وتعالى ونتصدق ويكون في حالة من الكرم لكل الناس اللي حوالينا. ولو بقى من الفريق الثاني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هل الكتمان هنا قبل الحاجة ما تحصل خالص، ولا اني افضل مخبية نعمة ربنا علي عشان ما تحسيتش وتزول النعمة خالص من قدامي؟ معادلة يمكن صعبة شوية وللأسف ما فيهاش وسط، يا تقول يا ما تقولش، يا تكون تبع فريق واما بنعمة ربك فحدث، يا تكون تبع فريق واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ناس كتير جدا تخاف، ناس كتير جدا تقلق لما يجي لها خير تقولك اوعوا حد يقول لحسن لو اتقال مش هيحصل، وناس من فرحتها بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليها تبقى راحة للي رايح واللي جاي عمالة تقوله مش أنا جالي كذا، مش أنا حصل لي كذا، مش أنا هيحصل لي كذا، مش أنا ربنا أنعم عليا بكذا. وإحنا بينا وبين نفسنا كده نقول الناس دي ماشية مع ربنا سبحانه وتعالى كده، وفي ناس تقول لها يا شيخة ما تقوليش، اسكتي خبي جواكي، والمثل اللي بيقول داري على شمعتك تقيد. ولما نقول على حاجة وما تحصلش فنقول شفته عشان الحسد هو اللي عمل كده. يا ترى احنا مع انهي فريق؟ عايزاكم تكلمونا وتقولولنا انتوا مع انهي فريق فيهم. ومعانا ان شاء الله فضيلة الشيخ اسلام النواوي من علماء الازهر الشريف، واكيد هكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم، ولكن بعد الفاصل. انت مع انهي فريق؟ واما بنعمه ربك فحدث، ولا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليك بنعمه بتفضل للي رايح واللي جاي تقول له انا حصل لي كذا وجالي كذا وجبت كذا او هيحصل لي كذا، ولا بتكتم وما بتقولش خالص وتخاف من الحسد؟ خلينا نعرف معنا الايتين النهارده مع فضيله الشيخ اسلام النواوي، واكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. فضيله الشيخ سلام عليكم واهلا بحضرتك ومنورنا. سلام، اهلا بحضرتكم كل الساده المشاهدين، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. ربنا يخليك يا رب. وأما بنعمة ربك فحدث،
عايزين نقولها الاول ونفسرها، الناس فاهماها انه طول ما انت بيحصل لك خير لازم تقوله وتتكلم عنه قدام الناس كلها للي تعرفه ولا ما تعرفوش. هل معنى الايه فعلا كده ان احنا نتكلم عن نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا باستفاضه كبيره جدا والناس كلها تبقى عارفه تفاصيل حياتنا، ولا معنى الايه ايه؟ يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. جميل الموضوع والمقارنة الجميلة بين أقول ولا ما أقولش، وأما بنعمة ربك فحدث. وهديكي صورتين، صورة اللي لسه جايبة غوايش جديدة وقاعدة مع مرات أخوها أو أختها الأفقر منها شوية، وكل شوية تقول لها بصي حاج جابني شايفة راح كأنها شغالة في المرور. أيوة هذا ليس تحديث بالنعم، ده مكر ودهاء وإفساد لعيشة الناس. التحديث بالنعمة حاجة أرقى من المعنى ده. التحديث بالنعمة هو إعطاء حق الله في هذه النعمة. بمعنى إيه؟ وأما بنعمة ربك فحدث جت بعد أيتين صعبين قوي. قال له فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الثلاثة دول بيكملوا بعض. شوفي ربنا سبحانه وتعالى في سورة الضحى في إبداع وصفي لغوي في وصف سيدنا رسول الله غريب. ربنا بيقول له ألم يجدك يتيما فآوى. فلما نيجي نقول للناس تعالوا نشوف وصف سيدنا النبي في القرآن فنلاقي ألم يجدك يتيما فآوى، ده مش وصف، ده ربما يراه المستمع أو القارئ نوع من أنواع الإذلال أو المعايرة. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. فيقول لك هو ربنا بيوصف سيدنا النبي كده ازاي؟ لو فضلتي على الثلاث ايات دول يا استاذه لميا وكل الساده المشاهدين شايفينها كده هيظنوا ان ده انتقاص من شان سيدنا النبي، لكن الثلاث ايات دول يتقروا مع ثلاث ايات تانيين، يتفهم معناهم مع ثلاث ايات تانيين. يتقري الم يجدك يتيما فاوى مع الم نشرح لك صدرك. اليتيم اللي ابوه وامه ماتوا وما كانش في حد بيسنده ويدعمه طبيعي انه نفسيا وسيكولوجيا يطلع يبقى تعبان على المجتمع. انت كنت يتيم يا سيدنا النبي لكن اليتم ما كانش نقيصة فيك فانت يتيم مشروح الصدر، فكان يسع الدنيا كلها كلها بقى بالانس والجن والجمادات والحيوانات، والحيوانات تكلم رسول الله، والجمل يشتكي لرسول الله، والحصى يسبح بين كفي رسول الله، والحصى يسلم على رسول الله، وجبل احد يهتز لما وقف عليه رسول الله. الثانية بيقول له وجدك ضالا فهدى، والضلال بمعنى التحير، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه البعثه كان متحيرا في امر هذا الذي جاء له سيدنا جبريل، فربنا قال له وضعنا عنك وزرك، خلاص ده مش وزر. وبعدين يقول له وجدك عائلا فاغنى، يعني فقيرا فاغناك. فيا رب يعني ده سيدنا النبي يعني يتقال له وجدك عائلا فاغنى، قال له ورفعنا لك ذكرك، لان العرب قديما كانوا لا يؤرخون الا لاصحاب المال او اصحاب النفوس، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا لكنه ارخ له لان فقره لم يكن نقيصه. بعد ما قال له الثلاث اوصاف دول بقى قال له ايه؟ فاما اليتيم فلا تقهر، واما السائله فلا تنهر، واما بنعمه ربك فحدث. فانا واخد من الايتين اللي قبلها ان التحديث بالنعمه اعطاء حق الله في هذه النعمه. طب ازاي يا مولانا؟ ادي حق إيه ربنا في النعمه؟ ده انا تعبت فيها وشقت فيها، يعني ازاي؟ هقول لك بقى ازاي. في يوم من الايام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه اثنين، سيدنا رسول الله في المشهد ده قاضي، ليس فقط نبي وانما هو قاضي، دخل عليه اثنين، واحد يتيم واحد من الصحابه. قصه الاثنين ان الاثنين كانوا شركاء في الارض فاختلفا على عزق. العزق يا استاذه لميا اللي هو نخله، يعني ما هوش قيراط ولا فدان ولا نص قيراط ولا اي حاجه، نخله بالمعنى المفهوم. اليتيم قال النخله دي بتاعتي، والصحابي قال النخله دي بتاعتي، فبدل ما يتخانقوا مع بعض وبدل ما ده ياجر ناس يضربوا ده وبدل ما ده يجيب حد يقف لده زي ما بنشوف بقى قالوا نروح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام. فلما دخلوا على رسول الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى يعمل المؤيسات بتاعته، فقضى بالنخله للصحابي. فاليتيم عيط، الولد اليتيم بكى. سيدنا النبي كقاضي يعي تماما انه لا يجوز المحاباه في القضاء، حتى لو كان اللي قدامي ده يتيم، حتى لو كان مشرد، طالما عليه الذنب لابد وان يقضى به. فلما اليتيم عيط سيدنا رسول الله قال للصحابي اترك له العزق واضمن لك به عزقا في الجنه. يعني سيب له النخله دي وانت ليك هتبقى بقى نخل في الجنه. قال له انا عايز النخله بتاعتي. فالصحابه يقولوا له ركز، نخله في الجنه. افهم هو بيتقال ايه؟ مش سهمين زياده في البورصه، لا دي نخله في الجنه. فيقول اريد عزقي، فيقوم الصحابه يقولوا له انه رسول الله، يعني خد بالك وركز، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لهم لا انا عايز النخله بتاعتي.
مشي الراجل وسيدنا النبي ما مارسش سلطة عليه أو ضغط عليه بأنه لا هتسيبها. خلاص شفاعة سيدنا النبي غير القضاء. فلما مشي الراجل كان قاعد بقى اللي هيحدث بنعمة ربنا عليه. مين اللي هيحدث بنعمة؟ واحد من الصحابة اسمه أبو الدحداح. أبو الدحداح ده كان صاحب أعظم بساتين في المدينة. التمر بتاع أبو الدحداح ده تريد مارك، تاخد التمر منين انت عارفه ويقول لك سعرها كذا ما تفصليش، ده تمر ابو الدحداح. ابو الدحداح مشي ورا الراجل ده وقال له بقول لك ايه، تعرفني؟ قال له ومن لا يعرف ابا الدحداح؟ قال اتبيعني عزقك، تبيعني النخله بتاعتك؟ فقال له لاعلى السماء، انا ابيعها باعلى ثمن. فقال له اتعرف بساتيني؟ قال ومن لا يعرف بساتين ابي الدحداح؟ قال له اشتري منك هذا العزق ببستان من بساتين، نخله واحده بجنينه كامله. تخيلي بس خدي بالك وراها سر، وراها سر الجنه. فقال له وخدها اداها لليتيم. قال له ربح البيع، حلو قوي السعر ده. فلما رجع ابو الدحداح لسيدنا رسول الله قال له يا رسول الله ايه رايك لو ان حد اشترى النخله دي واهداها لليتيم يبقى له برضه عزق في الجنه؟ قال نعم. قال فاني اشهدك يا رسول الله اني اشتريت هذا العزق ببستان بساتيني واهديه لليتيم. فسيدنا النبي كتب له العقد، قال له في الجنة عزق دواح لأبي الدحداح. يا سلام، حلو الكلام؟ حلو طبعا. أبو الدحداح عنده مصيبة. إيه المصيبة؟ هيرجع البيت ومراته هتسأله عملت إيه النهاردة؟ عملت إيه بالمرتب؟ هيقول لها اتبرعت بيه؟ ده هيبات في كده فين يعني؟ فلما رجع البيت إيه ده، ولا على أيام ممكن زي اللي على أيام طبعا. أنت متخيلة إيه؟ المرأة هي المرأة. سيدة عائشة كانت في غيرتها كادت أن تتسبب بقمة المشاكل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا واحنا حكينا أجزاء بس كتير كان المدير من... شاطر. كان المدير شاطر. كان بيعرف يدير يا أستاذة لمياء. طبعا. يعني في مرة السيدة عائشة تحسست رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشها فلم تجده. سيدنا النبي كان قام يصلي. ولما قام يصلي ما رضيش يقيد النور على السيدة عائشة في الحجرة بتاعتها فخرج يصلي بره. فقامت السيدة عائشة بقى تدور. فشعر بها رسول الله في سجوده فلما انتهى قال لها يا عائشة أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني أنت خفت أن ربنا ورسوله يظلموك؟ فصمتت السيدة عائشة. طبعا فالمرأة هي المرأة، المرأة قد تضحي بأي شيء في حياتها إلا بالرجل الذي اقتنعت به على مدار عصورها. على مدار عصورها. وده يحترم في المرأة. لكن هناك مرأة تستطيع أن تعرض الأمر بشكل مقبول، وهناك مرأة تستطيع ان تنفر. احيانا المراه بتبقى بتترجم فكره اني مش هتنازل عنك عشان انت بتاعي انا وتبعي انا فتاذيه فتفقده مش تاذيه ما تلاقيهوش موجود اساسا. اللي انا اخده ام محمد. ام محمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي، اهلا بحضرتك. اتفضلي. على كده يا شيخه لو سمحتي. اتفضلي معاك يا ماما. اتفضلي. ايوه يا شيخ اسلام لو سمحت يا ابني. اتفضلي. الو. احنا سامعين حضرتك. اتفضلي. ايوه يا شيخ اسلام لو سمحت يا ابني، انا ست عندي 67 سنه. ربنا يديك الصحه. بصلي والحمد لله وبصوم وعارف ربنا وكل حاجه وحج. الحمد لله. بس انا ما بصلي انسى. عايزه ايه؟ بتنسى. انسى اذا كنت صليت 3 ركعات، صليت 4 ركعات. بتنسي. صليت قريت الفاتحه، ما قريتش الفاتحه. ده اول حاجه. ده حل. انا دايما عندي كحه دايما لما اخد بجيب ميه. تمام. ممكن اسالك سؤال يا ماما؟ بس يا ماما اسمعيني، كل ما تكحي بينزل منك بول ولا يعني هي وظروفها؟ نعم. يعني كل ما تكحي البول بينزل منك ولا هي بظروفها؟ لا هي بتديني ده كحه كده يعني بتديني ميه على طول. حاضر يا ماما. كل ما كحه بقى تنزل عليا ميه. حاضر يا ماما. طيب حاضر. وعند حضرتك اي سؤال تاني؟ ايوه معلش لو سمحت. اتفضلي يا حبيبتي. على راسنا على راسنا. اتفضلي. الله يخليك يا بنت الله يبارك فيك. ده اول حاجه. وبعدين انا من النوع يعني عندي يعني حاجه في دماغي كده كنت اتعالجت منها مده ورجعتش تاني. اللي هي يعني ايه؟ كان عندي دور كده زي ما بيقول يعني حاله نفسيه كده وتعالجت وقلت مده اتعالج والحمد لله راحت بس رجعت الايام دي تاني. ليه جات لك حاله نفسيه؟ ايه المشكله؟ نعم؟ ايه المشكله اللي عملت لك حاله نفسيه يا ماما؟ المشكله دي ان عندي صداع طبعا وعندي وش في دماغي. انا عندي حاله نفسيه كنت اتعالجت عند الدكتور نفساني مده كبيره يعني. حاضر. تمام. كنت اتعالجت عند الدكتور النفساني بس الحمد لله كانت راحت بس رجعت الايام دي تاني.
رجعت لأيام زمان، بس رجعت بطريقه يعني بطريقه اصعب من الاول. يعني انت عندك مشاكل في البيت، ولادك مضايقينك؟ يا لمسة طبعا، النوم ده حاجه يعني يعني حاجه ربنا ما يوري حد. طبعا بغيب بالثلاث ايام بدون مبالغه، ما فيش نوم، ما بتناميش كويس. طيب يعني واقرا قران واستغفر ربنا واسبح واعمل. طب ما رجعتيش للدكتور ليه؟ الدكتور غالي بقى، والعلاج غلى اكتر يعني. انا كنت ذكرت من 10 12 سنه. ممكن اسالك سؤال؟ وكان موجود جزء وصفه. انت قاعده لوحدك يا ماما؟ لا احتمر قاعده لوحدي، احتمر قاعده لوحدي يا ابني. حاضر يا ماما. احتمر قاعده لوحدي. حاضر يا ماما. نعم؟ حاضر يا ماما، تحت امرك. ربنا يديك الصحة ويشيل عنك يا رب. تابعينا حضرتك. حاضر. ناخد مدام أمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحتي ممكن أتكلم الشيخ إسلام؟ اتفضلي مع حضرتك. أهلا بيك. بصي يا مولانا، بعد إذن حضرتك أسألك سؤال بس يعني. اتفضلي. أنا عايزة أقول لربنا على الملأ إني بحبه جدا. اذكرني في ملأ حلو قوي 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 عشان ربنا يذكرني في أحسن مني. ربنا أنا مش عايزة حاجة من الدنيا كلها غير ان اقول لربنا على الملأ كله اني بحبك جدا، بحبك بحبك يا رب. بس شكرا لحضرتك. حاضر. اشكرك على الاتصال. ربنا يبارك لك يا رب. شفت الست ام محمد لما قلت لها على راسي يا ماما فرحت ازاي؟ لما بتقول لك طولوا بالكم على شايفه، انت قلت لها على راسي. طبعا. هو ده باب التحديث بنعمه ربنا. التحديث بنعمه ربنا مش معناه ان انا افك كده شويه ميات وامشي في وسط الناس اقول لهم خدوا. ده مش تحديث بنعمة ربنا. ده بطر النعمة بالتكبر على الناس. طبعا. انما شوف الكلمة. مين السيدة عائشة ولا السيدة خديجة اللي كانت بتعطر؟ السيدة زينب. السيدة زينب. كانت تعطرها فيسألوها يقولوا لها ليه؟ فقالت تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المساكين. هي القضية أن التحديث بنعمة الله مرحلة تالية على كتمان النعمة. بس تحب نجاوب على الأسئلة ولا نكمل؟ طب ناخد التليفون ونجاوب على الأسئلة وبعدين نكمل. معانا مين؟ معانا مين؟ هاجر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك يا هاجر، اتفضلي. ازيك يا دكتور، احنا بنحبك قوي والله. حبيبتي ربنا يخليك يا رب، اتفضلي. طب أنا ممكن أسأل فضيلة الشيخ على حاجة؟ اتفضلي. حضرتك انا دايما كده بحب ان انا اقعد لوحدي كده وفي ضلمه كده، ودايما ببقى خايفه كده من حاجه بس مش عارفه هي ايه. عندك قد ايه يا هاجر؟ انا عندي 17 سنه. طيب انت بصي يا هاجر بعد اذنك، انت في البيت عندك ليكي اخوات؟ طيب علاقتك باخواتك كويسه؟ قوي يعني، بس يعني هم دايما كده يعني ايه، انا لما بزعلهم بيخافوا مني وكده. طب اسمعي، جاوي دي انت من الصعيد صح؟ عايزين يجوزوكي غصب عنك؟ لا. طيب قولي لي بقى اخواتك بقى في بينك وبينهم ايه بتقولي؟ بيخافوا منك؟ انا يعني دايما كده بيخافوا مني ان انا لما بزعلهم وكده، بس بعد كده بيرضوا عني يعني. هم اصغر منك؟ انا اكبر واحده فيهم. بينك وبينهم قد ايه؟ يعني هي اصغر واحده بالنسبه لي، بيني وبينها يمكن حوالي 6 سنين كده. طب انت بتزعقلهم ليه طيب؟ لا يعني لما بيعملوا حاجه غلط وكده يعني. هقول لك ليه. لان هاجر شكلها كده اكبر اخواتها، فاوكل اليها العنايه باخواتها. في تتحمل المسؤوليه. حاضر يا هاجر، حاضر يا بابا. نجاوب بقى ام محمد الاول. ام محمد ست طيبه زي امهاتنا كلنا، وربنا سبحانه وتعالى بيبارك لنا بسبب الناس دي. عندها 67 سنه او 68 سنه، لسه شباب ما شاء الله، ربنا يبارك فيها. وبعدين برضو مصممه انا هصلي ومش هبطل صلاه، فهو بيتصلي ربنا يتقبل منها. وهي بتصلي بيحصل عندها مشكله. انا نسيت انا قريت الفاتحه ولا لا؟ اقريها. مش هيخسرنا. طيب نسيت، هي صلت 3 ركعات ولا ركعتين ولا بالظبط؟ اللي انا متاكد منه العدد الاعلى ولا الاقل؟ الأقل. يبقى انا لو شكيت انا صليت 3 ولا 4، يبقى صليت 3 واكمل. حتى لو كنت صليت 4 والركعه دي زياده ربنا هيقبلها منك. قاعده في الشرع كده بنقول بنبني على الاقل. يعني بمعنى ان انت يا ست ام محمد مش هتسلمي وتعدي الصلاه من الاول. انا بصلي الظهر في الركعه الثالثه، صلي ركعه زياده، انا في الركعه الثالثه اهو، هو انا في الثالثه ولا في الثانيه؟ يبقى الثانيه واكمل. اما بالنسبه لموضوع خروج البول منها، لو ده مرضي يعني هي مع كل كحه بيخرج منها البول، هنعملها معامله من عنده سلس بول، وتتحفظ وهي بتصلي. يعني تتحفظ يعني تضع قماشه او حفاظ على مخرج البول، وبعد كده لما تصلي تشيل هذا الحفاظ وتتوضا تاني. اما لو هو
لما بتكح بيخرج منها البول لانها بتكتم البول، يبقى هنقول لها لا مش هينفع، لابد ان انت تدخلي يعني تقضي حاجاتك اول باول وبعد كده تتوضي. يعني في فرق بين الحالتين، الحاله الاولى حاله مرضيه، الحاله الثانيه انا بحبس البول. على فكره في حكم شرعي انه يكره لمن يحبس البول الصلاه، يعني هبقى انا اللي هو بنسميه من يدافع الاخبثين، الريح او التغوط. فليه بيكره؟ لانه باله مش معاه. وكذلك يكره للجائع جوع شديد ان الاكل يبقى محطوط ويصلي، ليه؟ باله مش هيبقى معاه. زي ما بنقول واحنا في المغرب لا نكسر صيامنا ونصلي، بالضبط. الناس اللي هي بتقول لا انا اصلي الاول علشان اكسب ثواب، ان انا الافضل ان انا اكسر صيامي. الافضل ان انا اكسر صيامي. قالت كمان ان عندها القلق بقى والحاله والسهر، المشكله وده نتاج طبيعي لانها وحدها، وواضح ان عندها اولاد، لكن واضح من كلامها اللي ما حدش بيسال عنها. شوفي، من اكبر الكبائر ومن الامور التي لن يسامح عليها ربنا سبحانه وتعالى رعايه الوالدين في الكبر. يعني عارفه حته فتره ان الوالدين 40 50 قادرين يقفوا على رجليهم، فانا شامم نفسي شويه، دي ممكن عفو عنها. اما رعايه الوالدين في الكبر من الامور التي لا يعفى عنها. ليه؟ لان رعايه الوالدين في الكبر ليست دين فقط، وانما هي دين. لانه زي ما كان بيعملي وانا صغير وفرحان ان انا بعمل على نفسي فبينظف لي ويقول ده ابني، وانا بهشتكن عمل عليا وفرحان، وانا بقعد اقول ان واجب عليا لما يكبر اقول له، هي نفس السيناريو اللي بيحصل بالظبط. هقول الجمله دي بقى وحضرتك تفتكريها مني. رعايه الوالدين في الكبر ليست دين فقط، وانما هي دين. طبعا. والديون احق بالوفاء. طبعا طبعا. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ربنا يخليك يا رب. نروح فاصل ونكمل. تمام. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، خليك معانا. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ إسلام النواوي، أكيد بنرحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، كان في سؤال بقى لهاجر 17 سنة وعندها إحساس إن عايزة تقعد لوحدها، مش عايزة حد يقعد معاها، عايزة تقعد في ضلمة، ده مشاكل مع إخواتها، دي مشكلة. بصي هاجر، اللي أنا فهمته من كلامها بعض الأسر بيعملوا إيه؟ بيخلفوا ولد أو بنت ويفضلوا فترة ما يخلفوش، وبعد كده يجي الولد الجاي فيتعامل مع الابن الأكبر على ابنه أبوه أو أمه. ودي مشكلة، يحمله المسؤولية وهو طبعاً لسه محتاج اللي يشيل مسؤوليته، بيبقى عنده حلقة في حياته مفقودة. الحلقة المفقودة دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أنه يصلها، كان حريص جدا أنه هو قاعد يلعب ولاد أحفاده أو ولاد أبنائه ويقعدوا على كتفه ويدلعهم، حسن وإن وضع واحدا منهم على فخذه يضع الآخر، حاجة كده قمة في الجمال، اللي هم بيسموها في علم النفس المساواة بين الأبناء، أو إنك ما تسببش أزمة نفسية في ابنك. ومن جملة هضم حقوق الأبناء مش بس الصرف، إظهار المشاعر. حتى لو عندي ابن مقرب عن ابن، ما أعملش حقد لدى الأبناء بأن ميال في كف ده. فهاجر واضح أنها وصلت للمرحلة دي، حاسة أنها أم بدري يعني، فابتدت تاخد العزلة بدري. حتة العزلة دي صعب، أصعب حاجة في الوجود طبعا، وفي سن زي ده كمان أصعب حاجة في الوجود أنك تكوني وحيدة وحواليك ناس. الوحدة طبعا، وحيدة وحواليك ناس طبعا. حسي في سجن ما بعد سجن، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص أنه يطبق هذا الأسلوب مع الأيتام. كل ما يلاقي طفل يتيم يقعد معاه يلعب، وهو سيدنا النبي وهو العظيم صلى الله عليه وسلم وهو قائد هذه الأمة. ما هو ده اللي احنا بنسميه دلوقتي، بس ما كانش اسمه كده على سيدنا عند أيام سيدنا النبي، تكفيف منابع الإرهاب. تكفيف منابع الإرهاب ايه ده؟ يعني ايه ده؟ يعني ايه؟ هقول يعني الطفل اليتيم ده لو سبناه وسبنا المجتمع حقد عليه كان هيبقى إرهابي بلغة العصر، يعني منافق. لكن لما يلاقي سيدنا النبي قاعد جنبه وبيلعبوا طبطب عليه ويقول له ما تزعلش، ويلاقيه مع لعبه طائر فيلعبوا بالطائر والطائر يموت فيزعل فيقول له ما تزعلش ويروح يعزيه، استحاله يكون ارهابي. وحضرتك بتتكلم دلوقتي فكرت في حاجه كده، هاخد راي حضرتك فيها. اتفضلي. انت مع فكره يوم اليتيم ولا مش معاها؟ انا دلوقتي وانا بقول طب لو احنا لغينا اليوم اليتيم، تفتكر في حد هيسال على اليتيم؟ أنا مع كل الأفكار اللي بتقول إن إحنا نسأل عن أي حد، يعني مع عيد الأم ومع يوم اليتيم ومع، بس أنا كإسلام النووي ضد مبدأ الشو. أيوه، مبدأ الشو والمسمى يحبط الأعمال.
يعني مسمى يوم اليتيم وكأنه هو يوم واحد في السنة. بص يا لمياء هانم، يسموه إن شاء الله يسموه ميدو، بس يروحوا للولاد دول. ما هو واقعه على الطفل بيبقى مؤلم. اسمعيني، الولاد دول محتاجيننا، هي مش القضية صرف والله. عايز أقول لك في أسر ممكن تكون عاملة لها مرتب شهري. هو الموضوع مش موضوع فلوس على فكرة، بس ما أنا بقول لك محتاجين يقعدوا معاكي، يسموا الأيام زي ما يسموها، مش هنختلف معاهم، بس بلاش نتاجر بدول، بلاش نتاجر بالمرضى، بلاش نتاجر بالأيتام، بلاش نتاجر بأولياء الشهداء، بلاش فكرة الشهداء، بلاش نصورهم وهم بيقولوا تعالى شوفني عشان أنا محتاج لك. عندنا اختراع خطير اسمه الموبايل والانترنت. طب لو احنا جبنا اكله دلوقتي هنقوم مصورينها وننزل على الفيسبوك، اتفضلوا شوفوا احنا بناكل ايه. طب هو شوفوا منى بتعمل معانا كده حاجه فظيعه، حاجه فظيعه. افساد الحياه العامه، صحيح. افساد اجتماعيه الناس، البيوت مقفوله، في واحد يا دوبك مقضيها فول وشبعان وزي الفل واولاده مستسلمين على كده، لما يبني يخش على الفيسبوك ويلاقي بقى اكل ايه جنب ايه جنب ايه، بابا احنا لازم ما بنعملش كده. مناطق واماكن وحاجات ما حدش شافها قبل كده طبعا. هل ده تحديث بالنعمه؟ اطلاقا هذا ليس تحديث بالنعمه، هذا جحود للنعمه. تعالي بقى اقول لك السؤال الخطير اللي انت قلتيه بتاع نكتم ولا نحدث. طب قبل ما نقوله ناخد التليفون. حاضر استاذ عبد النبي. الو. رب السماوات والارض ورب الملك العرش المجيد، ربنا حامينا وحامي السيسي بالجيش بتاعه. اللهم امين. اتفضل. امين يا رب، انا مش سامعك كويس. وحامل دوله مصر وشعب مصر كله. بلدان مصر. اتفضل ليك سؤال يا عم عبد النبي. سامعني؟ سامعين حضرتك. حضرتك ليك سؤال؟ ها؟ حضرتك ليك سؤال؟ أنا كل ما بمشي في حتة، في أي حتة، كده والقاهرة وفي أي حتة، بسمع كلام وحش مع البلطجية والحاجات دي. كل ما بتمشي في الشارع بتسمع كلام مش كويس من بلطجية؟ أنا فهمت حضرتك صح؟ حضرتك بتقول كل ما بتمشي في الشارع بتسمع كلام وألفاظ مش كويس من بلطجية؟ حاضر. طيب والخط قطع. طيب ناخد مدام عزة. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا مدام عزة. ازيك يا شيخ اسلام؟ اهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. لو سمحتي انا عايزه اسال الشيخ اسلام. انا الحمد لله بصلي وبسبح وكل حاجه الحمد لله، بس بقرا قران، بقرا بحس ان انا، لان انا مش متعلمه، بحس اني مش بقرا صح. حاضر. فحاسه انك بتغلطي في بعض الكلمات وانت بتقري القران. أيوة الكريم. ايوه ايوه في النطق. ايوه في النطق، مش بحس اني بغلط برضه. حاضر تمام. طيب عند حضرتك طب. سؤال تاني؟ لا شكرا يا حبيبتي. طيب. الله يبارك لك. ربنا يخليك يا رب. دعواتك لينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم بارك. سمعت مره انه في ملك واحنا بنقرا كلمات القران الكريم لو قرينا كلمه غلط يراجعنا فيها فنرجع ننطقها تاني، الكلام ده صح ولا مش صح؟ لا مش صح. الكلام الصح ان هي طول ما هي بتقرا غلط وخايفه ربنا يزعل منها تاخد ثواب اكبر. تكتر قرايه. الشغل مع القران كله مكاسب. بمعنى ايه؟ انا حافظ وشاطر وبسمع ومعايا اجازات ومعايا قراءات وبتاع، ربنا سبحانه وتعالى يقيدني كده في سجل الملائكه. السفره الكرام البرره اللي هم الماهرون بالقران مع السفره القران الكرام الايه البرره. طب واللي ما بيعرفش يقرا ويدوبك بيفك الخط ويقرا بالعافيه وربما تطلع كلمه غلط، انا كده غلطان، انا كده وحش، انا كده بحرف في كلام ربنا؟ اطلاقا. سيدنا النبي يقول لك والذي يقرا القران ويتعتع فيه هو عليه شاق فله اجران. اجر ايه بقى؟ اجر التعتعه واجر القراءه، يعني بتاخد على الغلط كمان اجر. يا سلام. الحاجه الثالثه الجديده بقى، انا ما بقراش خالص. ونفسي اعمل ايه؟ مجرد البصه في المصحف عباده، ثلاثه النظر اليهن عباده. بس ما بقراش خالص ما بعرفش اقرا. ما امي ايه المشكله؟ ما يعبنيش. انا شاطر في الفلاحه، شاطر في الزراعه وما اتعلمتش، فانا نفسي اكحل عيني بالقران. فسيدي رسول الله، بس في الفيلم ثلاثه في ثلاث امور، مجرد انك تبص اليهم عباده. شوف الدين سهل ازاي، دين جميل. النظر الى الوالدين عباده، يعني لو بابا وماما قاعدين معاك في البيت ومراتك تقول لك انا مش عايزاهم، انا مش مرتاح، انا لا اسكتي، انت مش عارفه حاجه. ده دول كده كعبه كده، ابص اليهم اخد عباده. والله.
بس بابا وماما برضو يكونوا يعني مش حاميين قوي، يعني يكونوا حنينين كده ويتعاملوا مع ابن مرات ابنهم على انها بنتهم، والدنيا تبقى ماشيه في صفاء وجمال. تمام. الحاجه الثانيه ايه بقى؟ ربنا يوعدنا ويوعدك، وزي ما بنقول يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروه والصفه، تشوفي الكعبه تبص ليها عباده، والنظر الى المصحف عباده. دين سهل جميل طبعا، دين كله سلاسه، دين فيه محبه، دين بيحول لك كل حاجه ببساطه طالما نيتك خالصه لوجه الله عباده. هو ده الدين. عايزه تعملي تجديد خطاب ديني، حاولي تنجحي في انك توصلي لقلوب الناس تبقى نظيفه. مش هتحتاجي شيخ، مش هتحتاجي برنامج، مش هتستضيفي مشايخ. طب هتقفل لنا البرنامج ليه؟ لا، هتشتغلي بقى اي حاجه ثانيه، هتشتغلي اجتماعي. احنا مبسوطين بشغلانتنا والله. ده انا ببقى مشتاقه للناس لما ببقى قاعده في الاجازه، بقول امتى بقى اطلع هوا. ربنا يبارك فيك. طيب ناخد التليفون معلش. حاضر، بس خليك فاكره ان احنا عايزين نقول الناس نكتم ولا نحدث. حاضر حاضر. ام حبيبه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير، اتفضلي، اهلا بيكي. انا كنت عايزه بس اسال الشيخ على سؤال. اتفضلي. بعد اذنك، انا والدي لسه متوفي الله يرحمه، واحنا 7 صبيان و3 بنات. فهو يعني قسم الشقه بتاعته على قدنا بالتساوي قبل ما يموت. بس اخواتي مش الولد زي البنت. الولد زي البنت صح؟ اه، قسم الولد زي البنت. طب اسال حضرتك سؤال، هو عمل كده عشان يحرم حد ولا عمل كده من باب الهديه ليكوا؟ لا، عشان يعمل لنا احنا شقه 3 بنات، بحيث ان واحده فينا سابت بيت جوزها. هو عمل الشقه ليكي انت واخواتك البنات بس؟ لا، هو باع الشقه الكبيره وادانا فلوسنا. الولد زي البنت. اتوزعت عليكم كلكم. الولد زي البنت. تمام. بحيث ان احنا يطلع لنا مبلغ نجيب بيه شقه. نجيب بيه شقه كأمان ليكوا يعني. السؤال بقى، اخواتك الصبيان اسمعيني، السؤال بقى اخواتك الصبيان مش موافقين باللي حصل صح؟ مش مسامحين. هل طب هم قالوا له الكلام ده وهو يعني وهو عايش؟ قالوا له لا احنا مش موافقين بده؟ بس هو برضه صمم ان هو يعمل لنا احنا امان. تمام. فهل هو عليه وزر دلوقتي؟ حاضر حاضر حاضر. تبين حضرتك عطية حضر. الأب لأبنائه في حياة عينه ما فيهاش للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إيه؟ يعني هي هدية يوزعها زي ما هو عايز يوزعها. يعني أنا دلوقتي عندي ولد وبنت، ولادي. مش هاجي أدي الولد 50 جنيه والبنت 25 جنيه. إمتى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ في الميراث. فبابا وأنا بتجوز جاب لي شقة. أختي وهي بتتجوز جاب لها شقة. ما يقولوش لا دي النص. طب لو هو بغرض معين يا شيخ إسلام، يعني إنه انا قلقان من ان الولاد. ما هو حرام يا استاذه لمياء، امتى هقول حرام؟ لو كتب للبنات وساب الصبيان، او خلى كفه البنات اعلى من الصبيان. لكن هو في حياته وزع بالعدل، وزع بالاسهم ايا كان الغرض ايه اللي جواه. سهم، وده مش حرام. ليه مش حرام؟ امتى يبقى حرام؟ لما بابا يموت فيجي اخونا او اختنا تقول ما عندناش ولد وبنت، عندنا البنت راجل. لا يا فندم، ده ميراث. انما بابا بيهادي في حياته لا يشترط فيها الذكر مثل حظ الانثيين. فهو عمل ده على حياه عينه، ما حرمش احد الابناء، ما قالش ده ابني، ده ما كانش بيزورني، ما قالش البنت هتاخد اكتر من الولد. باع الشقه، كل اللي عمله ازاي يا استاذه لمياء؟ عنده شقه كبيره فباعها ب 3 مليون ووزع كل واحد بالتساوي. كل واحد هذا مما لا فيه حرمه ان شاء الله. طيب ناخد استاذ محمد. الو، اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. الاول كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بألف خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ناير هو بمناسبه عيد الشرطه مؤكد، وطبعا بندعي للرئيس السيسي ان ربنا يحفظه وراه. امين. وما ننساش الشهداء بضحوا بدمائهم، واللي بصر واللي وصل نصر له دم. ولذلك احنا هنوجه للاستاذ. أنا مش سامع. أنا مش قادر أسمع أنا كمان للأسف. طب معلش يا أستاذ محمد، حاول تكلمنا مرة تانية. نحدث ولا ما نحدث؟ نكتم ولا نحدث؟ عندي نصين في الشرع موجودين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.
يعني بالبلدي كده، انت لما يظهر عليك اثر النعمه في ناس هتحسدك حتى لو ما كانش قصدهم، بس نفسهم في النعمه دي، فمن غير ما يقصد هيحسدك. والايه الثانيه بتاعت واما بنعمه ربك فحدث، اعمل بينهم ايه؟ دي مراحل بقى سيدنا النبي، شوف الجمال بتاع سيدنا بيقسمها لنا مراحل. انا دلوقتي بعمل برنامج لسه لا مضيت عقد وكلام مبدئي، فما ينفعش اقعد في كل حته، ده انا هعمل برنامج، ده انا هعمل برنامج فاقوم محسود فالدنيا تبوظ. استعينوا على انجاح فعلا يعني الصار. يعني فكره ان انا احسد فخلي حاجه كانت هتحصل ما تحصلش. طب وفين ربنا بقى؟ حد هيسالك طب فين ربنا؟ ما هو مكتوب عند ربنا انك سياتيك كذا وفلان سيحسد فيمسك الله عليك. عشان بس ما حدش يقول لك ايه يعني، ما هي اقدار ربنا، ما احنا عارفين، بس معروف يعني. طيب واحنا عرفنا ان العين ادخلت الجمل القدره والرجل القبر. ايوه يعني الحسد ده مما لا شك فيه انه موجود، وخلينا نعمل في مره حلقه عن الحسد، ايه رايك؟ طبعا ونتكلم فيه لو اتحسدنا نعمل ايه. خلاص بدل يبقى ان شاء الله الخميس الجاي لو عشت وكان ليا عمر هنتكلم ان شاء الله عن الحسد، بدل بقى ما نروح للشيخ فلان ونعمل أيوة. مخالفات شرعيه ونعمل دجل وشعوذه، نتكلم ونشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فسيدنا النبي بيرتب لنا الاحداث، لسه النعمه ما تمتش عليك، اهدى على نفسك شويه لما تمضي شير على الفيسبوك. شير مش لما تمضي، لما تقبض. لا سيبك من لما تقبض، لما تمضي يعني الواحد لما بيمضي بيبقى عايز يقول للدنيا كلها. خلينا ناخد التليفون ونكمل. رنين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. لو سمعتي يا شيخ اسلام كنت عايزه اسال في تفسير ايه. اتفضلي يا بابا. والله يهدي من يشاء. نعم. تفسيرها كنت سمعتها في مسلسل امام الدعاء للشيخ الشعراوي اللي هو ربنا بيهدي من يشاء. فقال له ازاي؟ قال له مثلا لو انت عندك ولدين واديت لكل من واحد فيهم مثلا قرش، انت عارف كل واحد هيعمل ايه؟ واحد هيصرفها في طاعة ربنا والتاني هيصرفها على حلويات. طب ما هو ربنا عارف انا هصرفها في ايه؟ يعني ربنا هو اللي بايديه يعني يخليني اصرفها اللي انا اعمل بيها خير او اللي انا اصرفها على متعتي الشخصيه. حاضر حاضر يا عروس، حاضر حاضر يا رنين. طب عينا يا رنين. رب سؤال مهم جدا، سؤال محترم جدا. شوفي الشباب ده حلوين ازاي وبيسالوا اسئله جميله جدا. الحمد لله. وشوفي لما يكون الاعلام هادف مشهد في مسلسل حرك دماغها لايه؟ طبعا. تخيلي طبعا في تجديد الخطاب الديني بنتكلم على نقطتين، نقل الخطاب من المحليه الى العالميه، بدل ما نقعد نكلم نفسنا يبقى خطابنا عالمي. الحاجه الثانيه دور الدراما الحقيقي في إيقاظ وعي الناس، واحنا عندنا حاجات كتير جدا دراما معلمه ومحفوره جوانا بالزبط. وبنفتكر بيها مواقف وبنشوف حاجات نقول بالزبط. احنا كاننا بالظبط عايشين جوه بيوتنا، يعني مش كل حاجه وحشه، في الحاجات الكويسه. فاحنا بنامل بجد ان احنا نشوف الحاجات اللي احنا اتربينا عليها وشبعتنا قوي قوي. شوفي العروسه رنين بتتكلم عن مسلسل اتذاع بقاله قد ايه والسؤال في دماغها. هو ده تحريك اذهان الناس، هتحط الناس في مستنقع سيء هيبقوا وحشين طبعا، هتحطيهم في بستان حتى لو ريحتهم وحشه هيضطروا يقوموا يستحموا ويلبسوا صحيح. كويس عشان يبقوا على جمال البستان. هي بتقول لي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران والله يهدي من يشاء. فالسؤال هو مش ربنا عارف يعني؟ ربنا كاتب علينا ان احنا نبقى حلوين او وحشين؟ طب هتحاسبنا ليه يا رب؟ ده السؤال بكل بساطه. هنقول لكل اللي بيسمعنا من صفات ربنا سبحانه وتعالى العلم والاراده. دول صفتين من الصفات اللي تليق بالذات الله تبارك وتعالى. الإرادة يعني ربنا يريد شيء فهيكون حتى لو على خلاف القواعد والقوانين التي وضعها البشر. تلاقي بركان طالع من قلب المية، ده المية بتطفي النار، مالكوش ربنا دعوة. بقى مالكوش دعوة، ما خلاص ما نعرفش نتكلم، تمطر في عز الصيف ما ينفعش ربنا. فإرادة ربنا سبحانه وتعالى تحدث ما يعجز عنه البشر. طب علم ربنا، علم ربنا كاشف. طب ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن والله يهدي من يشاء وإيمان المؤمن وكفر الكافر بعلمه ولا بإرادته؟ هنقول بعلمه. هتقولي طب وانت عرفت ازاي وإيه اللي يثبت لي؟ أستاذة الأبياء عندها ولدين مثلا، أولادها بيذاكروا، منهم واحد شاطر شوية والتاني شاطر أقل شوية، فقالت فلان هيطلع الأول على الفصل، فلان ده يا رب ينجح. تحقق كلام استاذة لمياء ولا هي اللي وضعت الامتحان ولا هي صححت الامتحان ولا عارفه منين؟ من خبره استاذة لمياء القاصره باولادها، ان عارفه ان ده شاطر فهيبقى الاول وده ان شاء الله هينجح بس مش هيبقى الاول. دي خبره العبد اللي هو خبرته على قده، فما بالك بعلم الله تبارك وتعالى. صحيح صحيح. فربنا اخبر عن اعمالنا
بعلمه وليس بإرادته. طب إيه يعني لو كان أخبر عنها بإرادته؟ لو كان ربنا أخبر عن أعمالنا بإرادته يوم القيامة نقول له يا رب ما تحاسبناش، لأنك اللي أردت إن إحنا نكون مسلمين أو غير مسلمين أو مؤمنين أو متقين أو غير متقين. طب إيه اللي أكد لي ده؟ إن ربنا قال لي إن أنا مخيرك في الحتة دي تحديدا وهديناه النجدين. وهقول لك على حاجة مهمة جدا جدا جدا، الجزء اللي مكتوب علينا من أعمالنا حاجتين بس، اللي هما أعمرنا وأرزقنا بس، هم دول. ولا الجواز بقى، ولا أول ما اتولدنا كتب الاسم هنا، ولا الكلام ده. الجواز ده من جملة أرزقنا من جملة أرزقنا. إنما بقى أنا مسلم هصلي ولا مش هصلي مش مكتوب علينا. ولذلك بنقول لكل الناس اللي سابوا شغلهم أو مش عارف إيه، مكتوب لك رزقك، رزقك وعمرك. هتعيش يوم، هتعيش مليون، هتعيش سنة، هتعيش سنتين، وإيه ورزقك. هيبقى معاك مليون جنيه، هيبقى معاك 2 جنيه، هيبقى معاك 3 جنيه، هيبقى معاك اللي معاك، ده مكتوب بقى خلاص. تمام. طيب ناخد رندا. رندا سلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي، اتفضلي. الله يخليكي يا حبيبتي. ممكن بس اسال الشيخ على حاجه؟ اتفضلي مع حضرتك. لو سمحت، انا والدي ووالدتي منفصلين بقالهم 33 سنه يعني من عمري. تمام. وبعدين دلوقتي وانا متجوزه دلوقتي وعندي 33 سنه، شفت ابويا وقال لي يا بنت انا عايزه اجي لك البيت واجي اقعد عندك اشوفك واتكلم معاكي واشوف ولادك. فانا رحبت بيه جدا. طب كويس. من وانا عندي 16 سنه هو جاب لي حوالي ايه، خاتم وسلسله يعني. جه شافني مره كده وانا عندي 16 سنه وجاب لي ايه، هدايا ذهب. فانا ما كنتش عارفه كم جرام. المهم ولما جه بيتي شاف حالتي متيسره، قال انا عايز الذهب ده. فانا دلوقتي مانيش عارفه ادوله. والذهب ده اصلا اتباع في جهازي وفي حاجتي اللي انا اتجوزت بيها. وهو ما كانش بيصرف عليا ولا تعليم ولا اكل ولا شرب ولا. طب مش هو الذهب مش موجود؟ الذهب مش موجود صح؟ مش موجود طبعا، هو اتباع في جهازي اللي انا اتجوزت بيه. قلت له طيب؟ ولو موجود ايه؟ قلت له انه مش موجود؟ قلت له، قال لي انا ماليش دعوه، انت حالتك متيسره. طب انا حالتي متيسره دي حاجه جوزي، انا مش عارفه، وانا ما دخلتش على جوزي بالذهب ده. طيب تابعيني يا مدام رند. احنا مع الاسف عشان وقتنا خلاص من ثانية. بعيدا حتى لو كان اللي هداني ابويا، انت دلوقتي هديتيني هديه ما ينفعش اجي اقول لك هاتها. ولو قلت هاتها خلاص مش هديها لك، تملكتها بحكم الهديه. لكن من باب بر بابا، لو في ايدك ان انت مثلا تزوريه ولا حاجه وتطيبي خاطره، انما انا دلوقتي هديتك هديه، اديتك يا ستي ورقه، اديتك قلم، اجي اقول لك هات القلم بمزاجك، انت مخيره عايزه ترجعي لي القلم ده او ما ترجعيهوش. فاذا كانت قادره فمن باب المرضيه وانك تاخدي ثواب بره. وحتى لو انت مدايقه من اللي بابا عملوه هيفضل بابا برضو. ربنا يا رب يعينك ويرزقك بره يا رب العالمين. نورتنا يا فضيله الشيخ، بشكر حضرتك جدا واشوفك على خير ان شاء الله. اتكلم ان شاء الله لو عشت وكان لي عمر عن الحسد الحلقه الجايه. بشكركم مشاهدينا واشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله الساعه 3 العصر. اشوفكم بالف خير. سلام عليكم.